أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على استمرار الزخم والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي. وخلال حضوره لفعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، التقى النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، الذي أشاد بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن ما قامت به مصر يحظى بتقدير من قبل الصندوق النقدي الدولي، ويعبر أيضا عن إرادة سياسية لديها رؤية وحريصة على المضي قدما في جهود بناء اقتصاد قوي وتنافسي.